أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الخلاصة، الجديد والحديث وآخر الأنباء تجدوها في نشرة الخلاصة، والبداية ستكون من العناوين. البارتي وقوى سياسية يقاطعون جلسة البرلمان، استكمالات للحوارات والتفاهمات. البارتي والإطار وقوى سياسية ينضمون لركب المقاطعين لجلسة الاثنين. وفي الخلاصة أيضا، قائد أو قائدان يجتمع بالإطار التنسيقي. قائد فيلق القدس يصل بغداد لبحث التنسيق بين قوى الإطار ولملمة الخلافات مع التيار. فاسد يضغط لإعادة مزور، وسياسي مدان يضغط لإعادة مدير متهم بالتزوير. استثمار صلاح الدين حلبة صراع بين المتنفذين. ذو القاضي الماذيات تذبحنا، المغدور اقتل على بعد 50 مترا من قيادة الشرطة، والأحزاب سلمتنا لدولة مجاورة. مشاهدي الكرام، كانت هذه هي العناوين. إلى التفاصيل ولكن بعد الفاصل. ومن عناوين الخلاصة إلى تفاصيلها، والبداية من جلسة البرلمان اليوم الاثنين، حيث أدرج البرلمان فقرة انتخاب رئيس الجمهورية ضمن جدول أعمال الجلسة كما هو موضح. ونشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان جدول أعمال الجلسة، حيث تم تحديد موعد انعقادها في الساعة 12 ظهرا، فيما تضمن جدول الأعمال فقرتين هما تأدية اليمين الدستورية لعدد من النواب الجدد وانتخاب رئيس للجمهورية. وفي ردود الفعل السياسية حول جلسة الاثنين، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحزب الديمقراطي الكردستاني أنه لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات واستمرار الحوارات الجارية بين الكتل السياسية، قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم حضور جلسة الاثنين. ويأتي هذا القرار، قرار البارتي بالمقاطعة، بعد إعلان الكتلة الصدرية وقوى سنية في وقت سابق مقاطعتها للجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. من جانبه، أعلن الإطار التنسيقي مقاطعته لجلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، وبهذا ينضم إلى ركب المقاطعين المتمثل بالكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وقوى سياسية والكتل النيابية التركمانية. وأكد الإطار التنسيقي في بيان ضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل إكمال التفاهمات وإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تسببت به نتائج الانتخابات، مرحبا بمواقف القوى المقاطعة للجلسة، فيما دعا إلى مزيد من التشاور للوصول إلى حلول واقعية ومقبولة وإكمال كافة الاستحقاقات الدستورية. في غضون ذلك، أفادت مصادر سياسية مطلعة لدجلة أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني وصل في وقت سابق إلى العاصمة بغداد وعقد اجتماعا مع قيادات الإطار التنسيقي. وأوضحت المصادر أن لقاء قاآني مع قيادات في الإطار التنسيقي بحث الخلافات والانقسام الحاصلين داخل البيت السياسي الشيعي والخطوات الواجب اتخاذها لرأب الصدع بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي قبل استكمال الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بجلسة اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة. ناقش برنامج القرار لكم جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية، فيما تطرق الضيوف إلى حيثيات الحوارات السياسية خلف الكواليس والبنود الدستورية التي من شأنها منع دخول البلاد في فراغ دستوري. فلنتابع ما قاله الضيوف. هيئة الرئاسة وافق على ترشيح السيد هشار الزباري بعدما أجابت الهيئات الحكومية الأربعة على الكتب المرسلة من قبل مجلس النواب بترشيح السيد الزباري من قيود الجنائية، هيئة المساءلة والعدالة، النزاهة، وزارة التعليم العالي بخصوص الشهادة. فاليوم الملعب
الكرة في ملعب هيئة الرئاسة والمحكمة الاتحادية، هو خلى الشرط يعني إن كان غير مستوفي للشروط، يعني هو ما قال قاطعوا لا تحضرون الجلسة السيد هشار الزيباري، يعني التغريدة واضحة مع السيد. أخطأتم بترشيح هشار الزيباري؟ نعم أخطأتم بترشيح، لا أبد، ويبقى مرشحنا الوحيد السيد هشار الزيباري. أنا أعتقد أنه الخطوة اللي اتخذوها تيار الصدري هي خطوة استباقية، لأن كانوا يعلمون جيدا أنه الإطار التنسيقي سيعمل على تعطيل الجلسة باعتباره سيمثل الثلث المعطل في الجلسة، لذلك يعني ما راح تكونون حاضرين باكر؟ لا ما نحضر، لأن هذا يعني أنتم راح تكونون ويا السيادة ما راح يحضرون وتيار الصدري ما راح يحضر؟ لا واضح يعني باكر ما راح يصير جلسة. يعني الفرضية أنه الآن إذا مثلا خلينا نفترض السيد الصدر والحلبوسي يقررون ما يقاطعون الجلسات، قرروا ويستمرون بالمقاطعة لأربع سنوات حسب القرار 51، ماكو مشكلة يبقى هوشيار السيد برهم صالح رئيس الجمهورية الكاظمي رئيس الجمهورية. هاي دقيقة قاعدة تحكي، إذا اثنين ما مرت الجلسة وتؤجل 30 يوم مرح الانتخابات مبكرة، لازم يعني يوم ثمانية تنقطع خلاص انتهت، بعد انسدت العملية. يعني أهم الإصلاحات اللي تقع أمام رئيس الجمهور رئيس الوزراء القادم هو والبرلمان أن يعدون المفوضية جاهزة، بس يصير مشكلة انتخابات بعد شهرين. هذا وناقش برنامج نفس عميق الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف إجراءات ترشيح هوشار زيباري لرئاسة الجمهورية مؤقتا ومقاطعة كتل سياسية لجلسة البرلمان اليوم الاثنين، فلنستمع إلى ما قالوه. الولائي ما يحرم السيد هشار زيباري من حقه في الاشتراك في المنافسة الانتخابية لرئاسة الجمهورية، ولكن حال الأمر الولائي اللي صدر بعد تنصيب هيئة رئاسة البرلمان عندما أوقف وجمد نشاطات هذه الهيئة لحين التحقق من الادعاءات التي قدمت، وكذلك أيضا نفس الموضوع الشكاوى أتت من أعضاء البرلمان تابعين للاتحاد المقربين من الدكتور برهم صالح لعرقلة المسألة ولتشويه وإسقاط مرشحنا. إمام جلال كان صمام الأمان، يجب أن يصبح الآن طبعا بعد المرجعية العليا السيد مسعود هو صمام الأمان، مو قبة الميزان وقبة المعرف شنو من هاي التسميات السياسية. حادثة المطار وتستنكر قصف بيت رئيس الوزراء وتستنكر ضرب المقرات الحزبية، طيب ما هاي سبقها تهديد واضح واضح واضح، لا مو تستنكر يعني ما تقبل، لا تستنكر يعني ترفض، حتى لا تؤول الكلمة يعني قابل للتأويل، ترفض هذا الحديث. وأجين وأطالب بمعاقبة لا بس لا اسمعني استاذ نجاح لا تاخذها على على الجزمه، انت ترفض تقول هاي مو حقيقة، ترفضها تقول هذا تعتبره في بعض الأحيان كذب. طيب ما هذا سبق بتهديد، والتهديد عبر وسائل التويتر والمواقع المقرات الاجتماعية، تهديد واضح وعلني، وبعض الإخوان زملائكم اللي انتم تنتقدهم القريبين من الإطار خوحشوا قالوا راح يصير تصادم عسكري ونستخدم طيارات مسيرة ونستخدم بكذا ونسوي كذا. وخلال حديث لدجلة أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، أكد أن جلسة البرلمان ستشهد مقاطعة قوى سياسية مؤثرة ولن يكتمل نصابها، لافتا إلى أن الدعوة المقامة ضد مرشح البارتي هوشار زيباري سترد وسيكون رئيسا جديدا للجمهورية كونه مستوفيا للشروط بتصديق مؤسسات الدولة كافة، فلنستمع إلى مقاله. لازم أكون 100% أنه ستكون مجرد جلسة لن تكتمل بها النصاب، باعتبار أن هناك مقاطعة أولا من كتلة الكبرى وهي الكتلة الصدرية التي لديها 85 مقعد أو 75 مقعد، الآن أصبح 85، إضافة إلى بعض الكتل الأخرى التي ستكون أو التحالف الثلاثي ممكن يقاطع البقية.
إذن هناك مقاطعة ستكون لهذه الجلسة ولن يكتمل بها النصاب. التهم التي تمت إلقاؤها على سيد هشار الزباري ليس لها أي صحة، باعتبار أنه هناك إن كان ملف واحد على سيد هشار الزباري لكان ظهر لدى اللجنة المؤلفة من هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة قبل 10 أيام. لهذا السبب هذه الجهات دائما تحاول عرقلة العملية السياسية باعتبارها هي بعيدة عن المشاركة في هذه الخطوة الجريئة التي اتخذت الكتل أو التحالف الثلاثي من أجل أن يكون هناك نظام جديد أو عملية جديدة، وهي الأغلبية الوطنية الإصلاحية التي هي من متطلبات الشارع العراقي الذي ثار من أجل أن يكون لديه تغيير بهذه المرحلة. إذن هناك جهات دائما تحاول تعرقل وسوف ترد هذه القضية أيضا، وسيكون السيد هشار الزباري مرشح وسيكون هو رئيس الجمهورية. وفي أول تعليق له على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف ترشيحه لرئاسة الجمهورية مؤقتا، أكد المرشح والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هشار زيباري احترامه للمحكمة الاتحادية. وقال زيباري في تدوينة له: نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الإصلاح، مجددا ثقته بالتأكيد على القضاء لما أكدته مؤسسات الدولة سلفا من استيفائه لشروط الترشح، لافتا إلى أن ما يشاع لا يعدو في كونه أنين من أجل مزيد من التشبث بالسلطة. ثاني أمر ولائي في غضون أسبوعين، فهل سيعاد سيناريو رئاسة البرلمان؟ أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بإيقاف إجراءات ترشيح هشار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية لحين حسم الدعوى المقامة ضده من أطراف مدفوعة من قبل مرشحين لذات المنصب بحسب مصادر. قرار يأتي بعد ساعات من قرارات مهمة اتخذتها الكتلة الصدرية، فما هي أبرز الدلالات والاستنتاجات؟ يكشف مصدر سياسي مطلع على تطورات الساعة الأخيرة لدجلة والذي طلب عدم الكشف عن هويته أن تجميد الكتلة الصدرية للمفاوضات مع جميع القوى السياسية، فضلاً على مقاطعة جلسة الاثنين المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، لا يعد تراجعاً عن التحالف الحديدي مع زعيم البارتي مسعود بارزاني، بل على العكس تماماً يعد تمسكاً بالتحالف والتزاماً بالاتفاقات المبرمة بين الجانبين. فماذا يعني ذلك؟ يضيف ذات المصدر لدجلة أن مقاطعة الصدريين للجلسة هي محاولة لكسر نصابها ومن ثم تأجيلها لحين حسم ملف مرشح الحليف قضائياً، فيما رجح المصدر تبرئة زيباري في غضون أسبوع وعودته إلى سباق الرئاسة، في ظل تأكيد زيباري أكثر من مرة أن اللعب بورقة القضاء ضده هي لعبة سياسية بحتة. على خط موازن لهذه التطورات المتسارعة، تنص القوانين النافذة في العراق على أن الأوامر الولائية تعد مؤقتة تصدر بدون خصومة ولا يمكن اعتبارها من الأحكام لحين حسم الدعاوى، فالاتحادية أصدرت أمراً ولائياً في وقت سابق يقضي بإيقاف عمل رئاسة البرلمان قبل أن تصادق على انتخابها في وقت لاحق. سيناريو تؤكد مصادر أنه سيتكرر مع هشار زيباري الذي لا يزال المرشح الأوفر حظاً للوصول إلى قصر السلام. أكد نواب أن المشهد السياسي المعقد ينذر باستمرار الأزمة في ظل عدم التوافق بين الكتل السياسية، مشيرين إلى أن حالة الانسداد السياسي تتطلب من الجميع التنازل والتوافق للمضي بالاستحقاقات الدستورية. حقيقة هو الجلسة معقدة، يعني أنا برأيي يكون كل كتل السياسية أن يكون مصلحة الشعب العراقي من أوليات عملهم أن نعبر هذا الأزمة، وهذا الأزمة معقدة، وكل كتل احترام واعتزاز على كل كتل السياسية الموجودة الآن يحتاج توافق، لا خيار لنا أن يكون إلا التوافق اللي حتى نمرر الجلسة بشكل سليم. فإن بقت الوضع على كما هي فيكون صعب تمرير كل الطرفين، الشخص اللي الآن والساحة الساحة السياسية معقدة لدى كل الأخوة اللي يرونها كتل السياسية والشعب العراقي ينتظرون هذا النتائج. أتمنى تواصل إلى حل لمرشح واحد ندخل كمكون كردي لمرشح لرئيس الجمهورية، بس باعتقادي الصراعات والخلافات أكثر من هذا بيومين يعني ينحسم.
ندخل إلى خرق الدستور وفراغ دستوري وتأخير تشكيل الحكومة وتعطيل مسألة تشريع في مجلس النواب وخرق دستوري، يعني باب ما بها مجال بعد 30 يوم لم ينتخب رئيس الجمهورية مع الأسف. يعني استكمالا للحوارات والتفاهمات، البارتي والإطار وقوى سياسية ينضمون لركب المقاطعين لجلسة الاثنين. مشاهدينا الكرام، والحديث أكثر عن هذا الملف السياسي طبعا ينضم إلينا في هذا الموضوع من واشنطن الباحث في الشأن السياسي الدكتور كمال الساعدي. مرحبا بك دكتور إلى نشرة الخلاصة. إذن جميع القوى السياسية سواء أكانت تلك المؤتلفة أو المختلفة قد أعلنت مقاطعة جلسة اليوم، جلسة اختيار رئيس الجمهورية. ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن مرشح الديمقراطي بالفعل سيذهب إلى قصر السلام؟ ولكن كل ما نحتاجه هو قليل من الوقت للتفاهم لا أكثر. تحياتي لك ولجمهور قناة دجلة الكرام. بدءا هناك جهة معطلة هذه الجلسة هي التيار الصدري وبقيادة السيد مقتدى الصدر أعلنت مقاطعتها للجلسة، ثم توالت المقاطعات. طبعا هناك شد وجذ بين التيار والإطار والمجموعة سواء اعتراضا على السيد هوشيار زيباري أو موافق أو التمسك ببرهم صالح. نعم هناك انسداد سياسي موجود، وهناك إرادة لدى السيد مقتدى الصدر بالذهاب للحكومة الأغلبية، وهناك الإطار الذي يحاول الدخول في هذه الحكومة وفي التشكيلة مجتمعا طبعا. وأظن أن زيارة الجنرال قائمي هي أكبر دليل على مدى الانسداد السياسي ومدى صعوبة هذا المشهد في العراق لتدخل دكتور الجمهورية دكتور الإسلامية. طيب وتركيا إذا كانت الدعوة المقامة ضده شار زيباري فلنفترض أنها صحيحة، كيف مرر الرجل ليشارك بالانتخابات؟ كيف مرر ليكون مرشحا لرئاسة الجمهورية من بين 25 اسم أعلنت عنه رئاسة البرلمان؟ أو لا تعتقد أن هناك أمور سياسية أكثر من كونها قانونية هي التي تحكم، وأن هذه المرة تعطيل الجلسة هدفها الاتفاق على رئيس الوزراء، اسم رئيس الوزراء وليس فقط رئيس الجمهورية؟ هل يمكن أن نستخلص هذا الكلام؟ طبعا ولا شك ولا ريب أن هذا هي ملف واحد وهو باكج واحد لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء. لكن سيدي عندما تقول لي كيف مرر السيد زيباري، أذكرك أن السيد خميس الخنجر قبل السيد زيباري متهم بقضايا إرهاب، ودخل عندك النائب أيضا ليث الدليمي وهو كان محكوم بقضايا إرهاب وخرج من السجن وأدخل إلى البرلمان. وهناك كثير من هذه، هناك لعبة سياسية تسحق حتى القضاء تحت أقدامها عندما طيب دكتور داخل. خلي أرجع لك على قائاني نعم. في بداية الأمر قيل بأنه فشل في توحيد البيت الشيعي قطبي الإطار، جزء من الإطار حتى نكون منصفين ودقيقين، ومن جهة أخرى كتلة التيار الصدري تحديدا السيد مقتدى الصدر. لماذا عاد مرة أخرى وهو قد خرج من بغداد في مرة سابقة وهو غاضب؟ سيد الفاضل لا تنسى أن الجنرال القرآني ذهب إلى السيد مسعود البرزاني وكلفه بالوساطة، وأيضا هناك هذه الوساطة التي لم يعلم لحد الآن ما هي مخرجاتها وما وصلت إليه، هذه أيضا يجب أن نتذكرها. ولا نغفل جانب الجمهورية الإسلامية، تركيا، الإمارات، قطر، السعودية، كلهم مشتركين في هذه اللعبة السياسية داخل العراق. أما فشل السيد قائاني من قبل أو
محاولاته في النجف او في اربيل هي طبعا فشلت، لان هناك طرف رافض للموضوع وهو السيد مقتدى الصدر الذي يصر على عدم اخذ لا نقول يعني خلينا نكون اكثر وضوحا. زمن وعهد 2-0 و3-0 ولا بدون رجعة طبعا، عفوا لا خليني بين قوسين، ولا من ناحية ودخلت أقطاء لاعبين جدد دولة الإمارات، دولة تركيا، دولة إيران، دولة السعودية، دولة قطر، هذه الدول أصبحت لاعبة داخل الساحة العراقية. وعبر منصب رئيس الجمهورية ألا تعتقد دكتور بأن العراق اليوم أمامه تحد كبير وهو فراغ دستوري لربما لن يستطيع الخروج منه بسهولة هذه المرة؟ هل تدرك القوى السياسية خطورة المشهد العراقي السياسي، خصوصا إذا ما علمنا بأن بعض المشاكل فيما بينها وصلت إلى حد كسر العظم وهذا أمر واضح؟ سيدي المشهد بين التيار الصدري والإطار وشبيهه وبين الاتحاد والديمقراطي هؤلاء الثنائي أيضا هناك لديهم مشاكل، لكن ما لا أعتقد أن هناك مخاوف، لأن الكل يريد الحفاظ على مكتسباته سواء في الإطار أو التيار أو باقي الدول باقي اللاعبين من الأحزاب أحزاب العراقية. هناك نقول أن هناك حد لعدم الخروج، هذا لعدم تجاوز هذا الخط، خط أحمر لا يمكن تجاوزه. عندما تصل الأمور إلى الانسداد سوف كل الأطراف. وهل هذا ينسحب على الملف الأمني دكتور؟ الملف الأمني أيضا نشهد أن هناك نوع من الحراك باتجاه هذا الملف، تارة تلويح، تارة إشارة، تارة أخرى فعل، وما الدرونز وما القصف الصاروخي إلا مثال ودليل على ذلك. سيدي هناك مشكلة لا يلتفت لها أغلب العراقيين، وهي من الساسة والقادة وغيرهم، انتقال منظمة الأمم المتحدة بأغلب مؤسساتها إلى أربيل، وانتقال معظم السفارات المهمة في العراق الى من بغداد الى اربيل، وانتقال الشركات العملاقه والشركات التجاريه والشركات المؤثره الى اربيل او الى اقليم كردستان، وكلها اراضي عراقيه محترمه وهي تخضع لسياده القانون العراقي، لكن انتقالها من بغداد الى اربيل يشكل خطر. والان السفاره الامريكيه عرضت اثاثها للبيع، لا نعلم هل هناك نيه لدى الولايات المتحده الامريكيه لنقل سفارتها إلى أربيل أيضا، فتصبح العاصمة العراقية بلا أدنى مستوى. وهل هذه المشاكل دكتور قد تنذر بتحرك جديد لعصابات داعش الإرهابية التي فقدت قائدا رفيعا قبل أيام في سوريا بضربة أمريكية؟ سيدي الموضوع أكبر من الدواعش، الموضوع هناك مقياس للأمان لدى معظم الشركات التأمين، خلينا نتكلم الآن بما يخص العاصمة، العاصمة هناك أفريج لانتقال السفارات من العاصمة إلى مدن أخرى أكثر أمانا، فهذا يدل على أن العراق دولة هشة، واحتمالية الوضع الأمني، الفشل في الوضع الملف الأمني احتمال كبير، وهذا يؤثر أيضا على الملف السيادي، وسمعة العراق الدولية ستكون للأسف غير ناضجة. لربما ملف آخر مرتبط بالملف الأمني وقريب جدا من الملف السياسي وهو الحشد الشعبي دكتور، هل تعتقد أن الحشد الشعبي أيضا سيكون ورقة ضمن ورقة الصراع السياسي، على الرغم من أنها مؤسسة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة بنهاية المطاف، من المفترض أنها لا تتبع لأي جهة؟ سيد الكريم، هذه المؤسسة أنا مع مطالبة السيد مقتدى الصدر بإبعاد العناصر المشبوهة وغير الكفوءة والتي أساءت
هذه المؤسسة الكريمة المجاهدة التي صنعت الانتصار بدماء أبنائها الكرام والأبطال الذين قاتلوا الإرهاب على بطوال هذه السنوات. دعوة السيد مقتدى الصدر أيضا يجب أن تشمل الجميع ولا تشمل فقط مؤسسة الحشد الشعبي. يعني الجميع يجب أن يخضع للقانون. للأسف كلنا نقول الجميع الجميع الجميع، ولكن كل شخص أو كل قيادة أو كل فصيل يعتبر نفسه خارج هذا السياق. للأسف هناك أيضا عصابات داعش، هناك الآن ما يسمى أشباح الصحراء انتفقت، هناك كثير ميليشيات تأتي لا نعلم من الذي يغذيها ومن الذي يسهل على إيجادها. نحن نريد أن نشذب القوى الموجودة داخل المؤسسة الأمنية العراقية ونخضعها للقانون، وتأتي قوى جديدة لتدخل على الساحة وفي المشهد العراقي. نعم دكتور كمال ساعدي الباحث في الشأن السياسي العراقي، كل الشكر الجزيل على هذا الحوار. قناة دجلة تكفل لكم حق الرد. راسلونا على news@dijla.tv. خلال حديث لدجلة وصف محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي مشروع مطار الأنبار الدولي بالحيوي والمهم للحكومة المحلية ولأبناء المحافظة، مؤكدا إحالة تصميم الأساس للمشروع إلى شركات رصينة ووضع حجر الأساس خلال شهر من الآن. فلنستمع إلى ما قاله الدليمي. الأنبار الدولي هو مشروع تم إقراره ضمن موازنة عام 2021، وهو أيضا مشروع حيوي وكبير ومهم بالنسبة للحكومة المحلية وكذلك لأبناء الأنبار. فضل الله تعالى يعني اليوم وصلنا إلى المراحل النهائية لحالة المرحلة الأولى من هذا المشروع المهم. تم إحالة التصاميم إلى أحد الشركات التركية، وهي شركة حقيقة رصينة ومتخصصة. أيضا هناك شركات أخرى ما يخص تدقيق التصاميم، وكذلك شركات الإشراف على هذا المشروع الكبير مهمة جدا. إن شاء الله ستكون قناتكم موجودة ضمن احتفالية وضع حجر الأساس، وعهدا مني سيكون خلال شهر أو أقل من شهر أو أكثر من شهر قليلا. وأكد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي أن ملف التعويضات معقد وشائك بسبب التخصيصات المالية التي لا تغطي سوى 10% من المستحقين، لافتا إلى أن الحكومة المحلية بذلت جهودا كبيرة لتغيير جزء من قانون التعويضات الذي لا يلبي الطموح. ملف التعويضات ملف مهم جدا وشائك دائما، والسبب هو بسبب الأموال، بسبب قلة الأموال المخصصة لهذه اللجان وفق قانون 20، وأعتقد هو السبب الأساس في هذه المشكلة. القانون أنا أعتقد لا يلبي طموحات الأخوان أو كل الأبناء المحافظة أو الأخوان أو حتى على مستوى المناطق المحررة، أعتقد لا يلبي. حاولنا جاهدين مع البرلمان العراقي من المناطق المحررة بشكل عام، نينوى وصلاح الدين وجزر ديالى وبغداد أيضا فيها متضررين والأنبار، حاولنا تغيير جزء من هذه من القانون، ولكن حقيقة اللي تم تغييره لا يلبي الطموح. نبقى أيضا بشكل كبير نحتاج إلى أموال كبيرة جدا. حاولنا مع اللجنة المالية عام 2021 وحصلنا على أموال، ولكن هذه الأموال لا تكفي بنسبة 10% من أصل المستحقين من التعويضات. وبعد إشرافه على توزيع الوجبة الأولى من الأكشاك على العاطلين عن العمل لكل الجنسين، تمنى مواطنون الدعم المقدم من محافظ الأنبار علي فرحان لشريحة العاطلين عن العمل وسعيه الدائم لتوفير فرص العمل للعاطلين. فلنستمع إلى ما قاله المواطنون.
دكتور سيد المحافظ على هذه المبادرة الطيبة، على تسليم الكشك الأكشاك اللي مستحقيها إن شاء الله. إن شاء الله راح نعمل بهذا الكشك، ونسأل الله أن يفتح علينا باب رزق وعلينا وعليكم إن شاء الله وعوائلنا. نشكر السيد محافظ الأنبار على هذه المبادرة، وإن شاء الله وعدنا السيد المحافظ راح يكون القادم أفضل إن شاء الله. أكو مبادرات جديدة للشباب العاطين على العمل إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى أن تكون هذه المبادرات إن شاء الله مستمرة، يعني مو الأولى، أن تكون مستمرة للشباب العاطين على العمل. مثل ما تعرف هسه الإيجارات غالية يعني بالسوق، يعني الشاب هسه العاطل عن العمل ما يقدر يعني شغله يسد الإيجار، فهذه مبادرة جميلة من مجلس محافظة الأنبار والسيد المحافظ بمساعدة الشباب العاطين على العمل على مود شوية تخف عنا الإيجار ما إيجار. احنا نشكر السيد المحافظ المحترم والقائمين على هذا المشروع، واللي تمنيهم لمشروع الرعاية الاجتماعية، بس احنا اللي نطلب من السيد المحافظ والباقي الأعضاء أن يدعمون الشريحة بمبالغ مادية لكي ينجحوا هذا المشروع. سياسي مدان يضغط لإعادة مدير متهم بالتزوير، استثمار صلاح الدين حلبة صراع بين المتنفذين. كشف مصدر مطلع في محافظة صلاح الدين أن مدير الاستثمار المقال ليث حميد خلف يحاول العودة إلى منصبه ولكن بالقوة، وأكد المصدر أن سياسيا مدانا بالفساد ومتنفذا يضغط بقوة لإعادة مدير الاستثمار المقال، مشيرا أن مصالح السياسي المتنفذ تضررت بإقالة مدير هيئة الاستثمار في ظل تحكمه بجميع قرارات الهيئة والهيمنة على مقدراتها. وأشار المصدر إلى أنه لم يصل أي كتاب حكومي للمحافظة يقضي بإعادة مدير الاستثمار المقال إلى منصبه كما يزعم ليث حميد. وحصلت قناة دجلة مشاهدينا الكرام على مقطع مصور يظهر منع قوة أمنية كما تشاهدون لمدير استثمار محافظة صلاح الدين المقال ليث حميد خلف من الدخول إلى مبنى الهيئة تنفيذا للقرارات الصادرة في وقت سابق من الحكومة المحلية. ويزعم المدعو ليث حميد خلف كما تشاهدون وتسمعون الحصول على كتاب من هيئة الاستثمار يقضي بإعادته للمنصب، إلا أن مصدرا مقربا من الحكومة المحلية ينفي تسلمها أي كتابا رسميا بهذا الخصوص، بأنه أداوم دائرتي وأنه إذا أكو تغيير يقوم به السيد المحافظ يرسل مرشحين ورئيس الوزراء هو له الحق بالاختيار. نعم. في حال عدم دخولي تعطيل لمرفق حيوي هذا المرفق، نعم، يتسبب بمشاكل مع مستثمرين عالميين، نعم، دوليين داخل وخارج العراق، وراح يصير عزوف عن الاستثمار. وعليه اني ادخل واكتب اعتراضي واكتب مباشرتي، وعندي ذمه ماليه وذمه اداريه. نعم. اما الشرطه هم لحمايه البنايه وليس منعي بالقوه، والان شفتوا انتم. نعم. يعني ما غلق الابواب هذه ما صايره بكل مكان. شنو السبب اللي ما خلوك تطب دائرتك اليوم؟ عندهم امر من السيد المحافظ بعدم دخول. وتكشف وثائق رسمية صادرة عن الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين أن مدير الاستثمار المقال المدعو ليث حميد خلف شكلت بحقه العديد من اللجان التحقيقية كما تشاهدون مشاهدينا الكرام. وتشير الوثائق إلى أن اللجان التحقيقية أوصت بإحالة مدير الاستثمار المقال إلى المحاكم، مؤكدة أنه متهم بالتلكؤ وسوء الإدارة والتقصير في أداء مسؤوليته، فضلا على أنه قام بتزوير شهادته الدراسية وتقرير طبي لغرض الحصول على إجازة مرضية دون وجه حق. المغدور اغتيل على بعد 50 مترا من قيادة الشرطة، والأحزاب سلمتنا لدولة مجاورة يقول ذو القاضي. استنكر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اغتيال القاضي أحمد فيصل في محافظة ميسان عدا إياه بالحادث الإرهابي الجبان. ووجه زيدان بتشكيل لجنة قضائية مختصة
للتحقيق بحادثة الاغتيال، محملا الأجهزة الأمنية مسؤولية التقصير في حفظ الأمن. وأكد زيدان أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود تقصير متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها للحفاظ على أمن المحافظة ومواطنيها، داعيا القائد العام للقوات المسلحة لإعادة النظر في القيادات والأشخاص المكلفين بمهام حفظ الأمن وإعادة فرض سلطة القانون. من جانبه طالب رئيس تحالف عزم النائب مثنى السامرائي الجهات ذات العلاقة بالعمل جديا من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الحماية اللازمة للقضاة والمحققين. كما طالب السامرائي في بيان بتكثيف العمل الاستخباري لتلافي وقوع جرائم الاغتيال الآثمة التي تطال العاملين في الجهاز القضائي كونهم عرضة للتهديد المباشر من خلال عمليات الانتقام التي تمارسها العصابات الإجرامية المتضررة من الجهد القضائي والأمني الوطني. هذا وتقدم السامرائي بالتعزية والمواساة لرئاسة مجلس القضاء الأعلى وذوي المغدور القاضي بمحكمة استئناف ميسان أحمد فيصل. توعد رئيس محكمة استئناف محافظة ميسان القاضي حيدر حنون توعد قتلة القاضي أحمد فيصل بالقصاص، مؤكدا وجود تهاون أمني متعمد بتنفيذ القانون. بدورهم قال ذو الشهيد لدجلة إن بعض القيادات الأمنية فاسدة ملوحين بالتدخل في حال لم تتخذ القرارات المناسبة. فلنستمع. نقول له جميعنا بالأثر على طريق الحق، على طريق خدمة العراق، على طريق إنفاذ القانون. نقول له سنقتص من المجرمين ومن الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، بقوة القانون وبقوة رجال القانون، رجال القضاء الأبطال الذين يحملون أمانة العراق على أعناقهم وسينفذون الأمانة وسيحققون الأمن بدماء الشهداء، شهداء القضاء العراقي. قلنا ونقول دائما هنالك تهاون في تطبيق الأمن، هنالك تهاون من رجال الأمن في إنفاذ القانون، هنالك غفلة بل مقصودة من تطبيق القانون، هنالك من يستحق العقاب من الرجال، من رجال الأمن ولا يعاقب. نتخذ إجراءات ونصدر القرارات ولا تنفذ. ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ ميسان تفتقر لقيادة موحدة للأجهزة الأمنية، وطالبنا بقيادة عمليات مستقلة لميسان. قيادات أمنية فاسدة، فعلى رئيس الوزراء يسمعني يتخذ إجراء. إذا ما يتخذ إجراء يعوف العشائر تتخذ إجراء. يعني إحنا منطين ولدنا يخدمون القانون، يخدمون البلد، ويجي واحد مخرب تاجر مخدرات لو يعني منطوي تحت لواء دولة مجاورة أو فاسد. وخلال حديث لدجلة كشف الشقيق الغاضي المغدور أحمد فيصل عن تفاصيل الجريمة، مشيرا إلى أن الاغتيال حصل داخل المربع الأمني وعلى بعد 50 مترا مشاهدي الكرام من مبنى قيادة شرطة ميسان، محملا الأحزاب السياسية مسؤولية تسليم المحافظة إلى دولة مجاورة وفق قوله. فلنستمع إليه. هذه المدينة الآمنة التي يتبجح بها محافظ ميسان وقادتها العسكريين هي مدينة عبارة عن مدينة هراء، مدينة هواء فارغة، لا يوجد أي شرطي. عندنا 15,000 شرطي ويقتل ليس في منطقة حي المعلمين، في داخل المربع الأمني من أمام قيادة شرطة ميسان، فقط 50 متر عن شرطة ميسان وعشرة أمتار عن مقر المحكمة. يعني هاي بأي محافظة، بأي مدينة، بأي قيادة أمنية؟ أنا ما أبكي على أخوي، أخوي الشهيد الواجب كأي جندي، كأي شرطي، كأي قائد عسكري، لكن أبكي على هضيمة الوطن. أخوي ينكتل داخل العرين، أسد داخل عرينه ينكتل، بيابل الصايرة هاي قفص، هاي العمارة قفص، عبارة عن قفص، الله وكيلك بياهو تحشي وياهو.
عبارة عن أحزاب سلمونا لغير دولة، وانتهت المحافظة وانتهى العراق كله. سلام الله على العراق وسلام الله على العمارة. هذه مشاهد من القطاعات العسكرية المتوجهة لمسك الملف الأمني في محافظة ميسان عقب سلسلة من حوادث القتل والاغتيالات، وطالب مواطنون وحقوقيون باستبدال قادة الملف الأمني في المحافظة وتطبيق إجراءات رادعة من شأنها فرض هيبة القانون. نطالب رئيس الوزراء بتشكيل قيادة عمليات لفرض القانون في المحافظة، لأن المحافظة وضعها الأمني جدا مزري ويحتاج إلى وقفة جدية من قبل الجهات الأمنية بفرض القانون فيها وحماية القانونيين بصورة عامة. اليوم رجل قانوني وقاضي ينكتل قدام قيادة الشرطة وأمام انظار القيادات الكاملة ومقابيل قيادة على مستوى محافظة وعلى مستوى اسم قيادة داخلية، وكل القيادة ملتمة قدامه ويبعون بالمجرم، وهي المجرم هي لو شايف الحادث بالدراجة، يعني الدراجة جهاز منادات واحد يقدر العمار هلقته يقدر يخفر عليه كذا. فيما اتهم رئيس محكمة استئناف ميسان القيادات الأمنية بالتهاون في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين للقضاء. ونقول دائما هنالك تهاون في تطبيق الأمن، هنالك تهاون من رجال الأمن في إنفاذ القانون، هنالك غفلة بل مقصودة من تطبيق القانون، هنالك من يستحق العقاب من رجال الأمن ولا يعاقب. نتخذ إجراءات ونصدر القرارات ولا تنفذ. ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ ميسان تفتقر لقيادة موحدة للأجهزة الأمنية. وسجلت محافظة ميسان سلسلة من الأحداث الأمنية كان آخرها اغتيال ضابط في الشرطة وقاضي المخدرات بالقرب من المجمع العدلي وسط المدينة. من ميسان حيدر الساعدي، قناة دجلة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العرض التوضيحي الذي سيتحدث عن سلاح العشيرة الذي يتحدى الدولة. أعاد التدهور الأمني في ميسان والنزاع العنيف بقضاء قلعة صالح ملف النزاعات العشائرية في العراق إلى الواجهة، وكيف بات سلاح بعض العشائر المنفلت يهدد ويتحدى سلطة الدولة والقانون. فبحسب حصيلة أعدتها غرفة أخبار قناة دجلة، فإن 13 نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع منذ بداية عام 2022 أدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 19 آخرين حصيلة هذه النزاعات العشائرية. تكشف حصيلة دجلة أن بعض ضحايا النزاعات ليسوا طرفاً فيها. في المقابل أعلنت الأجهزة الأمنية اعتقال نحو 30 شخصاً متورطاً بهذه المشاركة، نتحدث هنا طبعاً عن المشاركة في النزاعات وارتكاب ما يعرف بالدقة العشائرية. تشير مصادر أمنية إلى أن بعض العشائر تمتلك مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة بالإضافة إلى الأسلحة المتوسطة والأسلحة الثقيلة، في حين تتصدر محافظات عديدة هذه النزاعات منها البصرة وميسان وذي قار، وهي كانت طبعا الأكثر تسجيلا لهذه النزاعات العشائرية. لنتحدث أكثر مشاهدينا عن الناحية القانونية، حيث لا تنص قاعدة التشريعات في العراق على جريمة اسمها نزاع عشائري، بل تطبق هذه المواد المتعلقة بجريمة القتل والجرائم الأخرى الواردة في قانون العقوبات العراقية على أطراف النزاع في حال تقديم شكوى، كما يلجأ قضاة إلى قانون مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال مواد يصل حكمها للسجن المؤبد أو الإعدام، مثل المادة الثانية أيضا التي نصت على أن التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أيا كانت أسبابه يعد من الأفعال الإرهابية. يؤكد خبراء أن التهاون بتطبيق القانون والخشية من تداعيات مواجهة بعض العشائر المتنفذة فضلا على التساهل مع السلاح المنفلت كلها أسباب تؤدي إلى تفاقم النزاعات التي باتت طبعا تهدد السلم الأهلي وأيضا السلم المجتمعي. إذن مشاهدينا كان هذا كل ما لدينا في هذا العرض التوضيحي، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء. هذه هي الفقرة قدمتها الزميلة نادين الروسا. استهدف مسلحون مجهولون منزل القيادي في التيار الصدري الشيخ إبراهيم العظيمي بمنطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد، وأكد الشيخ العظيمي
في حديث لدجلة أن الاستهداف تم بقنبلة يدوية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير مع الزميل مصطفى لطيف. التفجير حصل برمانة هجومية، المنفذون مجهولون، والمستهدف كان رجل دين وقيادي في التيار الصدري. والله تقريبا في تمام الساعة 12:40 أنا كنت أنا وعائلتي في منزلي، والأمر طبيعي يعني حياة طبيعية. وبعد ذلك يعني تقريبا كنا هم متابعين لقضية هذا الطفل ريان المغربي ومتعاطفين مع القضية، فمن خلال المتابعة وكذا صار انفجار جدا قوي، يعني انفجار بحسب ما قالوا الخبراء اللي هم اجوا من القوات الأمنية انه برمانة هجومية، يعني هاي الرمانة المشيفة يسمونها. فتعرض انه منزلي ومضيفي الى اعتداء، يعني اقل ما نقول فيه هو ارهاب للمواطنين والعوائل الآمنة. عملية الاستهداف يرويها أخ الشيخ إبراهيم العظيمي، تحدث أيضا عن الأضرار التي سببها الهجوم. يعني هاي أضرار الزجاج هذا مال الجام والشبابيك، وتقريبا هاي شدوخ الموجودة على هذا، يعني هاي الأمور المتراكمة هاي زين، لأن هي تقريبا رمانة صوتية حسب ما يقول صوتية؟ العفو بيها شظايا؟ اي لا هجومية حسب هذه شظايا. صقر بغداد جا بالثنتين بالليل، جا صقر بغداد وجت الامور القوات الامنية فشخصوها بانها هجومية. اي رمانة هجومية، يعني شظت على الجدار، شظت منها على الجام. يراد من هذا الهجوم خلق شرخ مجتمعي بحسب ما ذكر الشيخ إبراهيم العظيمي، إلا أنه لم ينجر وراء هذه المخططات الممنهجة. هي الحادثة اللي صارت أنه حسب اطلاعي أنه على الأخبار البارحة أنه أكثر من حادثة حصلت في عموم العراق. طبعا وضع العراق اليوم يعني وضع السياسي وضع متدهور، هناك أطراف كثيرة مخابراتية من داخل العراق وخارج العراق يعني تسعى لخلق مثل هكذا أجواء فتنة. طبعا احنا ما نستهين بقوة الارهاب وذكاء ومخابراتي، يعني احيانا هو عنده عدة طرق للحرب، مرة تكون حرب انه لخلق فتنة بين اطياف المجتمع والقوميات، ومرة تكون انه استهداف لرجل الدين بما هو رجل الدين. الاجهزة الامنية اتمت اجراءات التحقيق داخل المنزل ولا تزال تبحث عن المنفذين. من بغداد مصطفى لطيف، قناة دجلة الفضائية. إلى الديوانية، فمع ارتفاع نسبة الفقر يعول مواطنون على مفردات البطاقة التموينية لسد قوت يومهم، مطالبين باستمرارها لتأمين حاجاتهم حتى لا يثقل كاهلهم بشراء بعض المواد الغذائية من الأسواق. سيف الفتلاوي معه التفاصيل في سياق هذا التقرير، فلنتابع سريعا. مع ارتفاع نسبة الفقر في الديوانية يعول المواطن على مفردات البطاقة التموينية والمتكونة من مفردات أساسية بعد توفير التخصيصات المالية، ويطالب باستمرارها لسد حاجته وحتى لا تثقل كاهله من خلال شرائه بعض المواد الغذائية من الأسواق. في الآونة الأخيرة حقيقة يعني شاهدنا هناك تحسن ملحوظ في توزيع المفردات، وهناك أيضا وجود بعض المفردات في السلة الغذائية يعني أصبحت توزع من قبل وكلاء المواد الغذائية، لكن المطلوب ما هو المطلوب من وزارة التجارة هو أن توزع هذه السلة في موعدها المحدد. المواطن يشتري الشكر ويشتري الشاي، أيضا يشتري البقوليات، يشتري كل شيء، وأصبحت السلة الغذائية يعني حقيقة الشغل الشاغل للمواطن الديواني، خاصة أن مجتمعنا هو مجتمع فقير جدا. نطالب الحكومة استمرار يعني تسليم السلة الغذائية كل شهر بشهره، حتى المواطن ما يضطر أنه يشتري من السوق والأسعار تصعد. يعني دائما نريد كل شهر بشهره تستمر، يعني ليش تعطلها على المواطن، والمواطن لازم أنه يشتري من السوق، ومن يشتري من السوق تصعد الأسعار حتى السوق يظل محافظ على الأسعار مالته. غرفة تجارة المحافظة أكدت على أن استمرار توزيع السلة الغذائية في موعدها المحدد يساعد في استقرار الأسعار في الأسواق،
مشيرة إلى شمول الطبقة الفقيرة بالمفردات المذكورة. نأمل أن تشكيل هذه الحكومة الجديدة أن يزيد مفردات البطاقة وكذلك جودة البطاقة ويصير التركيز للعوائل الفقيرة حتى نقدر ننتشل هاي العوائل الفقيرة والمحرومة. اليوم الفقير ما يقدر يستغني عن البطاقة التموينية، البطاقة التموينية ماشي حالة، لأن تعرف اليوم إيراداتهم ومدخولاتهم كلش بسيطة، فهاي البطاقة التموينية شوية تعينه على معيشته. نأمل أن تزداد نوعياتها وكمياتها وجودتها. ومع إضافة مواد جديدة على البطاقة التموينية، الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على الأمن الغذائي للأسرة العراقية. من الديوانية سيف الفتلاوي، قناة دجلة. بهذا نكون وياكم مشاهدين الكرام قد وصلنا إلى نهاية الخلاصة. تحياتي وتحيات فريق العمل موصولة إليكم في أمان الله ورعايته.